صافي يا بيه. شكرا مرحبا. إذا أهلا وسهلا متابعينا الكرام، متابعي قناة شفت بقناة الشعب، في هذا البث المباشر هنا مباشرة من مدينة تطوان من الحمامة البيضاء. نعم، نحاول من خلال هذا المباشر أننا ننقل لكم الأثمنة اللي كاينة هنا بسوق الحمامة البيضاء على مستوى سوق الطرقات، وكذلك بغيناكم تتفاعلوا معنا من خلال التعليقات ديالكم شحال واصلة الخضرة، يعني هذه الانواع ديال الخضره اللي غادي نحاولوا اننا نطرقوا للاثمنه ديالها شحال واصله في المدن ديالكم متابعينا الكرام. الاشاره متابعي قناه شفت بقناه الشعب، فالحديث عن اثمنه الخضر والفواكه وباقي المواد الاساسيه فرجعت موضوع اساسي لمختلف الشرائح ديال المجتمع، سواء في المقاهي او بمقرات العمل متابعينا الكرام، او كذلك داخل الاسر بمنازله. اذا متابعينا الكرام، متابعي قناه شوف تي قناه الشعب، لا زالت يعني الخضر كتعرف الاثمنه ديالها ارتفاع كبير وكبير جدا متابعينا الكرام، والمواطن البسيط فهو في حيره من امره امام هذا الغلاء ديال الاسعار. نمشيو متابعينا الكرام للطماطم اللي صبحت اليوم دايره 8 درهم من بعد ما كانت كدير 10 درهم خلال اليومين الماضيين، فهي اليوم الثمن ديالها وصل 8 درهم. كذلك نفس الشيء بالنسبة للبطاطس، وكذلك نفس الأمر بالنسبة للخيزو أو الجعدة أو الجزر متابعينا الكرام، فالثمن ديالهم 8 درهم. يعني اليوم الأثمنة فهي غالية وغالية بزاف، والأغلب ديال الخضر متابعينا الكرام فالسقف ديالها كيتجاوز 6 درهم 7 درهم متابعينا الكرام، من بعد ما كانت الأغلبية ديال الخضر في حدود 2 درهم 3 درهم. اليوم متابعينا الكرام الأغلبية ديال الخضر فالثمن ديالها كيتجاوز 7 ديال الدراهم متابعينا الكرام. إذا كيف قلنا متابعي قناة شوف تي في قناة الشعب، فاليوم الطماطم فهي دايره 8 درهم، البطاطس دايره 8 درهم، الخيزو أو الجعدة أو الجزر داير 8 درهم، بالنسبة للقرع خضراء دايره 13 درهم، اللفت متابعينا الكرام داير 10 درهم، يعني أثمنة اللي هي غالية وغالية بزاف متابعينا الكرام. بالنسبة الفلفلة باربيكا اللي هي كبيرة سواء صفراء ولا حمراء دايرة 15 درهم، الليمون 17 درهم، الخيار 8 درهم، الفلفلة عادية 8 درهم، برنجال 8 درهم، الشيفلور 10 درهم متابعينا الكرام، بروكلي 20 درهم، لوبيا خضراء متابعينا الكرام 15 درهم، يعني الجلبانة 12 درهم، القوق 10 درهم، يعني أثمنة ليست في متناول الأغلبية ديال شرائح المجتمع متابعينا الكرام. متابعي قناة شفت بقناة الشعب كما قلنا، فبغينا التعليقات ديالكم شحال وصل هذه الأنواع ديال الخضر عندكم بالمدن ديالكم، واش هي نفس الأثمنة اللي كاينة عندنا مدينة تطوان أو لا غالية، علما بأنه كل ما كانت يعني المدينة أو المسافة بعيدة على المكان اللي معروفة بالخضر والفواكه أو زراعة الخضر والفواكه متابعينا الكرام، كلما كانت يعني الخضرة يعني غالية زايدة 1 درهم ولا 3 درهم على حساب يعني الترونسبور أو وسائل التنقل اللي كتدخل باش أنها متابعينا الكرام هذه الخضرة هذه كتوصل للمواطن البسيط. فكما قلنا متابعينا الكرام، فالطماطم دايره 8 درهم، بطاطا 8 درهم او مطيشه 8 درهم، جعده او خيزو فهو دايره 8 درهم، بالنسبه للقرعه خضراء 13 درهم، اللفت 10 درهم، الخيار 8 درهم، الفلفل خضر عادي 8 درهم، الزعلوك 8 درهم، الباربا 8 درهم، البصله 10 درهم، بطاطا حلوة 10 درهم، بطاطا بيضاء 10 درهم، القوق
12 درهم، الليمون 15 درهم، الشيفلور 10 درهم، باربيكا خضراء صفراء وحمراء متابعينا الكرام 17 درهم، والبروكلي 22 درهم متابعينا الكرام، يعني أثمنة اللي هي غالية وغالية بزاف، ومجموعة من المشاكل فهي بدات كتظهر في المجتمع بسبب هذا الغلاء ديال الأسعار الذي أصبح يورق أو يؤرق بال مجموعة من أرباب الأسر متابعينا الكرام اللي كيوجدوا صعوبة كبيرة في أنهم يوفروا لولاداتهم يعني التغذية السليمة والمتكاملة بجميع يعني ما يتطلبه يعني التغذية السليمة للخضر والفواكه وباقي المواد الأخرى متابعينا الكرام. فنتمنى من الله عز وجل أن هذه الأثمنة أنها تنخفض، خصوصا وأن مجموعة ديال الأسر ذوي الدخل المحدود والناس اللي كتخدم يعني متابعينا الكرام يعني في مهن اللي هي غير مهيكلة، فهما كيوجدوا صعوبة كبيرة متابعينا الكرام أنهم يقدروا يواكبوا هذا الأسعار اللي كتعرفوا مختلف أنواع الخضر هنا بمدينة تطوان. متابعي قناة شوف تابع قناة إذن كيف قلنا متابعينا الكرام، فالطماطم فهي دايرة 8 درهم، بطاطا 8 درهم، قرعة خضراء 8 درهم 13 درهم، خيزو 8 درهم، اللفت 10 درهم، الليمون 15 درهم، الشيفرور 10 درهم، البصلة 10 درهم، بطاطا حلوة 10 درهم، بطاطا بيضاء 10 درهم، القوق 12 درهم، جلبانة ما بين 14 حتى 16، لوبيا خضراء 14، يعني أثمنة اللي هي غالية وغالية متابعينا الكرام، هذا دون الحديث عن الفواكه اللي حتى هي الأثمنة ديالها فهي رجعت كتخلع، والمواطن البسيط فهو رجع متابعينا الكرام غير كيسول وكيمشي في حاله نظرا لهذه الأثمنة الملتهبة اللي رجعت متابعينا الكرام كتميز واحد العدد كبير ديال الخضر المختلف الأنواع ديالها، والمواطن البسيط فهو غير قادر بالمرة عن شرائها. أتمنى من الله عز وجل متابعينا الكرام متابعي قناة شوف تابع قناة الشيء أن هذه الأثمنة تنقص وما تبقاش عالية بهذه الأثمنة. كيف قلنا متابعينا الكرام متابعي قناة شوف تابع قناة الشعب هنا مباشرة من مدينة تطوان متابعينا الكرام اللي نحاولوا من خلال هذا المباشر أننا نقل لكم يعني الأثمنة ديال الخضر اللي كاينة هنا بالحمامة البيضاء، يعني الأثمنة غالية وغالية بزاف متابعينا الكرام، يعني الطماطم دايرة 8 درهم، بطاطا 8 درهم، قرعة خضراء 13 درهم، وخيزو 8 درهم متابعينا الكرام، والإشارة في مجموعة ديال الخضر اللي كانت رخيصة متابعينا الكرام ورجعت غالية مؤخرا الثمن ديالها متابعينا الكرام. دائما كيعرف يعني ارتفاع مهول، فنتمنى من الله عز وجل متابعينا الكرام أن هذه الأثمنة تنقص وما تبقاش بهذا الارتفاع المهول اللي كتعرفوا متابعينا الكرام. إذن كيف قلت متابعينا الكرام، فبغينا التعليقات ديالكم شحال وصل عندكم الخضر وهذه الأنواع اللي تطرقنا لها من خلال عنوان المباشر، واش نفس الأثمنة واش ناقصة والزايدة، يعني بغينا التعليقات ديالكم باش نعرفوا كيف دايرة هي أثمنة الخضر في مجموعة من المدن المغربية. بطبيعة الحال فنشكر الله عز وجل على متابعينا الكرام متابعي قناة شوف تابع قناة الشعب على أمطار الخير اللي كتشهدها اللي شهدتها المملكة ومازال غادي تشهدها إن شاء الله، هذا ما نتمنى. بالنسبة للأثمنة متابعي قناة شوف تابع قناة الشعب، فمطيشة دايرة 8 درهم، بطاطا 8 درهم، قرعة خضراء متابعينا الكرام فهي دايرة
13 درهم في الزون داير 8 درهم واللفت داير 10 درهم متابعينا الكرام. بالنسبه للليمون فهو داير 15 درهم، بالنسبه للخيار 8 درهم، الفلفله عاديه 8 درهم، وبالنسبه للباذنجان فهو داير 8 درهم متابعي قناه شوف تي في قناه الشعب. بالنسبه للبصله فهي دايره 10 درهم متابعينا الكرام، وبالنسبه البطاطا حلوة فهي دايرة 10 درهم، وكذلك البطاطا بيضاء متابعينا الكرام. بالنسبة للقوق دايرة 14 درهم، وبالنسبة للجلبان فهي دايرة 16 درهم، بالنسبة للوبية فهي دايرة 14 درهم. وبالنسبة متابعينا الكرام متابعي قناة شوف تي في قناة الشعب، البروكلي فهو داير 22 درهم. هذه الأنواع، هذه الأنواع ديال الخضر اللي كاينة هنايا متابعينا الكرام، وديال الأتمدة اللي كاينة هنا بأسواق الحمامة البيضاء. بالنسبة للشفرول، الشفرول 10 درهم، وبالنسبة للبربة فهي 8 درهم. فالسؤال ديالنا متابعينا الكرام كيف شفتم من خلال المباشر، شحال وصلها عندكم الخضر او انواع هذا الخضر اللي من خلال المباشر؟ فكل نوع فحنا درنا له الثمن ديالو، فبغيناكم تقولوا لنا واش نفس الاثمنه اللي كاينه هنا بالحمامه البيضاء هي نفسها عندكم مختلف الاسواق المغربيه، ولا ناقصه متابعينا الكرام ولا زايده؟ فبغيناكم انكم تفعلوا من خلال هذا المباشر باش نعرفوا شنو هو الفرق ما بين اسواق الحمامة البيضاء وباقي اسواق المملكة. الاشارة متابعينا الكرام، فالموضوع ديال الغلاء الاسعار اصبح من بين يعني النقاشات الاساسية سواء داخل المقاهي او مقرات العمل او بين الاصدقاء او كذلك داخل يعني الاسر، فلا حديث اليوم الا على هذا الغلاء ديال الاسعار متابعينا الكرام اللي اصبح يعني غالي. اصبحت الاثمنه ديال الخضر فهي غاليه وغاليه بزاف، والمواطن فهو كيبقى صعوبه كبيره متابعينا الكرام باش انه يلبي لوليداتو للاسر ديالو يعني الحاجيات ديالهم من استهلاك الخضر والفواكه وباقي المواد الاخرى متابعينا الكرام. الاشاره متابعه قناه شوف تي في قناه الشعب، هذا الغلاء ديال الاسعار عنده تداعيات كبيره على المجتمع، يمكن انها يعني تكون سبب يعني متابعينا الكرام يعني في ارتفاع حالات الطلاق في التشتت الاسري. هذا دون الحديث يعني هذا الغلاء ديال الاسعار ديال الفواكه والخضر والاسماك واللحوم البيضاء او الحمراء، فغادي يجعل واحد عدد كبير ديال الاسر انها ما تبقاش قادره متابعينا الكرام انها تشري هذه المواد الغذائيه، وبالتالي فهذا الشيء غادي ينعكس على التغذيه السليمه ديال الاسره ككل، خصوصا الاطفال او ان كانت الزوجه يعني متابعينا الكرام في فتره ديال الحمل، فهي تتطلب يعني انها تكون التغذيه ديالها سليمه ومتوازنه وفيها جميع الفيتامينات متابعينا الكرام. ولكن للاسف الشديد مع هذا الغلاء ديال الاسعار فمجموعه ديال الازواج فهما كيلقاو راسهم متابعينا الكرام غير قادرين بتاتا انهم متابعي قناه شوف تي في قناه الشعب انهم يتوفقوا باش انهم يوفروا لوليداتهم والازواج ديالهم يعني التغذيه السليمه والمتكامله. الاشاره فدرس كوفيت اثبت بان المجتمع اللي الدوله اللي كيكونوا يعني الاسر ديالو يعني عندهم تغذيه سليمه ومتكامله هم القادرين على مواجهه جميع انواع الفيروسات اللي يمكن تظهر في العالم. وكذلك لا ننسى بان الفيروسات فهي كذلك تطور من نفسها، وبالتالي فمتابعينا الكرام متابعي قناه شوف تي في قناه الشعب فخصنا جميع افراد المجتمع انهم ياكلوا غذاء كامل ومتكامل غذاء سليم يعني فيه جميع يعني الانواع ديال الفيتامينات باش تكون مناعه قويه لا بالنسبه للاطفال وكذلك بالنسبه للشباب وكذلك بالنسبه للزوجات يعني خصوصا خلال فتره الحمل وكذلك بالنسبه للارباب والاسر اللي كيخرجوا باش انهم كيخدموا يجيبوا القفه ديال وليداتهم بعرق جبينهم متابعينا الكرام. المتابعين قناه شوف تي في قناه الشعب لازلنا ننتظر التعليقات ديالكم، شحال وصل في المثل عندكم مطيشه؟ مطيشه هنا بمدينه تطوان فهي دايره 8 درهم بعد ما كانت كدير 10 درهم، اليوم اصبحت ناقصه 1-2 درهم. بالنسبه للبطاطا الثمن ديالها يعني ما بين 7 درهم و8 درهم، يعني الثمن ديالها
هاد الانواع ديال الخضر، فهي ما بغاتش تنزل متابعينا الكرام لمده طويله. يعني الاغلبيه ديال الاسواق فالبطاطا كتباع ب 7 دراهم 8 دراهم، يعني الاثمنه ديالها ما بغاتش تنزل، ولكن المفاجاه ان القرع خضراء متابعينا الكرام اليوم دايره 13 درهم. متابعي قناه شوف تبي قناه الشعب، هنا باسواق الحمامه البيضاء خيزو مازال غالي 8 دراهم، واللفت متابعينا الكرام 10 درهم. بالنسبه للبروكلي فهو داير 22 درهم هنا باسواق الحمامه البيضاء. بالنسبه للفلفله يعني صفراء وحمراء باربيكا اللي هي كبيره، فهي دايره متابعينا الكرام ما بين 16 15 حتى 17 درهم. الليمون متابعينا الكرام او الحامض فهو مازال غالي، الثمن ديالو داير 15 درهم. بالنسبه للجلبانه فهي في حدود 14 16 درهم. اللوبيا الخضراء ما بين 14 حتى 15. الشيفرول متابعينا الكرام داير 10 درهم، والقوق 12 درهم. بالنسبه للبربه فهي دايره 8 درهم. بالنسبه للبصله فهي 10 درهم، وبالنسبه للبطاطا حلوه فهي دايره 10 درهم 12 درهم. بالنسبه للزعلوك او الباذنجان فهو داير 8 درهم، وبالنسبه للفلفله خضراء عاديه فهي دايره 8 درهم، والخيار كذلك 8 درهم. اذا هذه هي الاثمنه اللي كاينه عندنا هنايا في اسواق الحمامه البيضاء. متابعينا الكرام نتمنوا من الله عز وجل ان هذه الاثمنه ما تبقاش بهذا الشكل، وكذلك بغينا التعليقات ديالكم شحال واصله عندكم الاثمنه ديال الخضر في المدن ديالكم، واش نفس الاثمنه اللي كاينه هنا بالحمامه البيضاء، ولا هذه الاثمنه يعني غاليه وغاليه بزاف. متابعينا الكرام شامبينيون 50 درهم 60 درهم. الشامبينيو كيف كتشاهدوا معنا متابعينا الكرام الثمن ديالو وصل 60 درهم. دي مجموعه ديال الانواع ديال الخضر اللي كاينه هنا بالحمامه البيضاء اللي شاهدوا معنا متابعينا الكرام من خلال هذا البث المباشر ومن خلال هذه الصور التي تاتيكم على قناتكم قناه شفت بقناه الشعب. إذا كيف شفتوا معنا متابعينا الكرام، فمطيشة دايرة 8 درهم، بطاطا 8 درهم، خيزو 8 درهم، القرعة الخضراء 13 درهم، اللفت متابعينا الكرام 13 درهم. يعني الثمن ديال اللفته هو ارتفع بزاف بزاف، وبالتالي فحتى الوجبه ديال الكسكس اللي كانوا كيستهلكوها المغاربه من الجمعه للجمعه وكيتجمعوا عليها جميع الاسر، فهي ولات المصاريف ديالها اللي هي غاليه وغاليه بزاف. متابعينا الكرام بروكلي 22 درهم، يعني صراحه اثمنه اللي هي غاليه وغاليه بزاف. الليمون او الحامض داير 15 درهم، البصله متابعينا الكرام 10 درهم، بطاطا حلوة 10 درهم 12 درهم، بطاطا بيضاء في حدود 10 درهم. يعني الأثمنة غالية متابعينا الكرام. بالنسبة للدرويش اللي كيوجد صعوبة كبيرة أنه متابعينا الكرام يوفر لوليدته لقمة العيش، خصوصا الناس اللي عندها يعني مهن غير مهيكلة واللي كتشتغل متابعينا الكرام، يعني الأغلبية ديالها تكون لك مهن غير مهيكلة أو أن الدخل ديالهم محدود، وبالتالي ما كيسمح لهمش متابعينا الكرام أنهم يشريوا يعني الأنواع ديال الخضر بهذه الأثمنة، دون أن ننسى باقي المصاريف المتعلقة بالكراء وفواتير الماء والكهرباء والإنترنت وباقي يعني الأشياء التي تؤرق بال العديد من الأسر. نطلب من الله عز وجل ان هذه الاثمنه ترجع كسابقها عاليه وما تبقاش هذه الاثمنه بنفس هذا الطريق. اذا متابعينا الكرام متابعي قناه شوف تبي قناه الشعب، الى هنا ننهي هذا البث المباشر والى بث اخر، دمتم في رعايه الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. آمنين ان نلقاكم ان شاء الله وانتم بألف ألف ألف خير ان شاء الله. Thank you.